بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا اسمي دكتور خالد عماره. انا استاذ جراحه عظام كليه الطب جامعه عين شمس في القاهره في مصر. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن موضوع الطب المبني على الدليل او الافيدنس بيزد ميديسن. والحقيقه الموضوع دوت اهميته مش بس لجراح العظام، لا ده لكل حد شغال في الطب، ومش بس لكل حد شغال في الطب، لا ده كمان لكل حد شغال في أي مجال علمي، بل له تأثيرات وتبعات على حياتنا العامة في أي مجال في حياتك. هتكتشف إن موضوع الطب المبني على الدليل ده شيء مهم جدا، أو العلم المبني على الدليل، أو المعلومة اللي مبنية على الدليل. قبل ما هدخل في الموضوع، أول جزئية هكلمكم عنها هي جزئية هو إحنا ليه أصلا هنتكلم عن الطب المبني على الدليل؟ ايه اهميته؟ ليه؟ طبعا كلنا، في شباب كتير جدا يقول لي انا عايز اعمل ابحاث علميه وانشر بحث علمي زيك، ويبقى منشور في الدولي، ويبقى في انترناشونال بابليكيشنز، والحاجات ديت تبقى كويسه، عشان ديت هترفع من اسمي وتبني ليا سي في وسيره ذاتيه كويسه. لان دلوقتي انت التنافسيه بتاعتك مش تنافسيه محليه، انت لما بتتكلم بتقول انا عايز يبقى معايا شهاده معترف بيها، بحيث ان انا لو رحت اشتغل بيها في هونج كونج او في امريكا او في السعوديه او في مصر اقدر اخد الوضع اللي انا عايزه. وبالتالي وظيفتي من اول ما ادخل الكليه، ولو انا شاطر يبقى من حتى قبل ما ادخل الكليه، هو ان انا ابني سيره ذاتيه كويسه، ابني سي في كويس. وسي في كويس زمان كان يقول لك ان انت لو ليك ابحاث علميه منشوره دوليا ده كده شيء رائع وجميل وممتاز. دلوقتي ده ما بقاش كفايه. دلوقتي ان انت تبني سيره ذاتيه هو ان ابحاثك العلميه المنشوره دولية يبقى ليها حاجه اسمها سايتيشن. يعني ايه سايتيشن؟ يعني ان الابحاث دي في ناس تانية راحوا خدوها واستفادوا بيها واستعملوها في ابحاثهم. انما ممكن واحد يكتب بحث ويطبع ويتحط ويتنشر لكن مفيش حد قراه غيره، يبقى ده زي قلته، ده عباره عن مجهود ضايع مركون على الرف. لكن دلوقتي تقييمنا لقيمه البحث وبالتالي قيمه الباحث هو حاجه اسمها السايتيشن. مثلا في على جوجل مثلا في حاجه اسمها جوجل سكولر، تدخل مثلا اسم اي حد وتشوف حاجه اسمها اتش اندكس. اتش اندكس ده اللي هو الراجل دوت الباحث ده ابحاثه العلميه كام واحد استفاد بيها، وبالتالي اثرت في مجرى العلم ومجرى تطور الطب او اي مجال من فروع العلم بقد ايه. وبالتالي احنا مش هدفنا النهارده مش بس ان انا ابقى بنشر نشر دولي، لا، انت هدفك لازم يبقى انك بتنشر بحث محترم، والبحث المحترم ده يستفيد بيه الاخرين، وبالتالي الاستفاده ديت هي اللي هترفع من قيمتك وتبقى فعلا ليك قيمه فعلا موجود. وطبعا عشان تقدر تعرف انت السيتيشن بتاعتك او استفاد قد ايه من ابحاثك، في طرق كتيره زي سكوبس وزي حاجات كتيره بتقول لك وبتقعد تبعت لك عن انت الابحاث اللي انت كتبتها كام واحد استفاد منها وكام واحد اتعلم منها وكام واحد استعان بيها في البحث بتاعه. طب البحث ده اصلا عباره عن ايه؟ البحث ببساطه جود ايديا هو الجود ريسيرش. في ناس فاكره ان البحث العلمي عباره عن ان انا عايز فلوس ولازم يبقى في فلوس كتير عشان انشر بحث علمي. لا، ده مش صحيح. طبعا في ابحاث محتاجه تمويل ضخم، لكن النقطه المحوريه مش نقص الامكانيات انما الافكار. وده طبعا للاسف في المجتمعات المتخلفه بيبقى الافكار قليله لان الناس خدت على انها تقلد. هو تعود واستسهل ان هو يقلد كل حاجه. ايه يعني ان انا عندي اذكى مهندس في العالم، لكن لو المهندس ده مقتنع ان هو قدراته اقل من المهندس الالماني، يبقى عمره ما هيقدر يسبق المهندس الالماني، هيفضل دايما بيقلد المهندس الالماني، مستني المهندس الالماني يعمل ايه عشان يقلد اللي بيعمله، ذكائه بقى مستثمر في التقليد مش في الابداع. فبالتالي فكره البحث العلمي هي اهم حاجه، هي المحور بتاعه، لازم يبقى فيه فكره. طب الفكره دي انا اجيبها منين؟ الفكره دي بتتجاب من حواليك، من المجتمع اللي حواليك. انا شغال في المستشفى بعمل عمليات بطريقه معينه، بتواجهني مشاكل معينه، بشوف امراض باشكال معينه، تستثير في دماغي اسئله. الاسئله ديت
ادور عليها في الابحاث اللي قبل كده، في البيبرز، في الكتب، وبالتالي ادور هل السؤال اللي خطر لبالي ده وصلوا له الاجابه ولا لا، ولو وصلوا له هل الاجابه دي كامله ولا لسه في حاجات تانية ما اتحلتش الاسئله عليها. وبالتالي لما اوصل لحاجه زي كده ممكن برضو ادور في المؤتمرات، في حضور المؤتمرات، في احتكاكي بالعقول المهتمه بنفس التخصص، هلاقي ان الاسئله بتبتدي تظهر وتبتدي تتبلور في دماغي. وده طبعا مش بس ان انا ببقى بعمله المجهود الفردي، لا، لازم تحاول انك تستعين بعقول اخرى، بخاصه الناس اللي هم اكبر منك او لهم خبره اطول في المجال دوت، لان في افكار جديده كتيره ممكن تظهر في بالك، وبعدين تستعين بحد يقول لك الفكره دي جربت من عده سنوات واتعمل عليها الابحاث وخلاص وطلع انها مش فعاله مثلا. فبالتالي ده اللي يخليك تقدر توصل لفكره. الفكره دي بعد كده بتحولها لسؤال، سؤال محوري، سؤال تقدر ان السؤال ده هو يبقى هو محور البحث بتاعك. وعلى هذا السؤال تبتدي تخطط له ازاي هجاوب على السؤال ده. السؤال ده هو لو جالك مثلا ان احنا عايزين نعرف تاثير دواء معين على مرضى السكر لما بيحصل لهم كسر في الكاحل، هل الكسر ده يلتئم باسرع لو خدوا الدواء ده ولا اقل مثلا؟ فبالتالي بتشوف الـ السؤال ده وتبتدي تشوف ازاي اجاوب عليه. الاجابه عليه ديت عشان تعرفها محتاج ترجع لاثنين، محتاج ترجع لحد اكبر منك في المجال ده او عنده خبره، بحيث يقول لك هل فعلا قدرات المكان وقدرات المكان اللي انت بتشتغل فيه تقدر تجاوب على السؤال ده، وهتحتاج ترجع لحد بتاع احصاء بحيث يقول لك انت محتاج عدد مرضى قد ايه، طب المرضى دول هتحتاج تقسمهم لمجاميع ازاي، اللي هو زي ما قلنا هنتكلم في الجزء الثاني بتاع المحاضره بتاعتنا عن اللي هو الايفيدنس بيزد ميديسن والهرم بتاع ترتيب قوه الدليل دوت. خلاص عرفت السؤال وعملت خطه البحث اللي انت استعنت فيها في التخطيط دوت بحد اكبر منك وحد من الاحصاء، تبتدي بقى تشتغل. وبعد ما بتشتغل البحث يبقى بقى عندك المعلومات الكافية، عندك المرضى، عملت التجربة بتاعتك، عملت دورت على تأثير الدواء دوت على المرضى دول ونتيجة العلاج بنسبة نجاحه قد ايه وما الى ذلك، بقى عندك المعلومات، فاضل ان انت تكتبها عشان تبعتها. بالتالي بتكتبها في البحث، بيبقى فيه في الاول في حاجة اسمها مقدمة introduction، دي اهميتها ان انت بتقنع القارئ ان الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ده موضوع مهم وبالتالي البحث فعلا يستحق القراءة. بعد كده بتحط الماتيريال ميثود اللي هو المرضى بتوعك، مين المرضى بتوعك، عملت لهم ايه، عالجتهم ازاي، تابعتهم ازاي، قيمت نتائج البحث بتاعك ازاي، عملت الاحصاء بتاعتك ازاي. بعد كده النتائج او الريزلتس، بتشوف انا الريزلتس بتاعتي طلعت ايه، كام في المية خف، كام في المية ما خفش، كام في المية حصل له مضاعفات، ايه هي المضاعفات ديت. بعد كده بتتكلم عن الديسكشن او المناقشه، بتشوف انت نتائجك ديت ايه الاضافه الجديده، ايه اللي قبليك وصلوا لايه وانت اضفت ايه جديد، طب ايه المشاكل اللي قابلتك، طب ايه نقاط القوه ونقاط الضعف في البحث بتاعك. بعد كده في الاخر بتقول الكونكلوجن او الخلاصه، اللي هي اساسا بتبقى اجابه السؤال المحوري اللي احنا زي ما قلنا هو ده اللي البحث بتاعك بيلف حواليه، لان كل حاجه لازم يلاقي هدف واضح، ليها نيه، ليها ايم اوف ذا وورك، ليها مين كويستشن. فاذا المين كويستشن او الهدف او النيه مش واضحه، ده بيخلي الانسان يتوه سواء في كتابه البحث او في عمل البحث نفسه. طبعا البحث لو انت في جداول او صور محتاجه عشان توضح الفكره بتاعتك لازم بتزودها، في الاخر بتحط المراجع بتاعتك ولو هتشكر اي حد. ده كده ببساطه ازاي الواحد بيبقى بيعمل بحث، ده يعني اللي هي بصوره عامه ازاي بنعمل بحث وايه تاثير ده علينا. طبعا الجرايد والمجلات العلميه بيبقى حاجه اسمها بير ريفيود، يعني ايه؟ يعني ده مش زي مثلا جورنال الاهرام ولا جورنال المصور اللي هو انت بتبعت مقاله فالراجل بينشرها، لا، ده انت الحاجات دي بتتبعت لمراجعين متخصصين في نفس المجال يقروا اللي انت كاتبه
ويشوفوا ايه نقاط القوه ونقاط الضعف ويقيموها، بحيث ان فعلا لو هو حاجه كويسه يقبلوه، لو مش كويس يرفضوه، لو حاجه محتاجه تحسين يقول لك محتاج تحسن كذا وكذا وكذا عشان يبقى كويس. ففي instructions to author او تعليمات الى الكاتب، بحيث انك بتقراها ديت عشان تقدر تحط البحث بتاعك في الصوره اللي مطلوبه. طيب يبقى احنا زي ما قلنا احنا عايزين نبني سيره ذاتيه، احنا كشباب اي شاب لازم يبني سيره ذاتيه قويه عشان يقدر فعلا يبقى تنافسي، لان دلوقتي المنافسه ما بقتش سهله، لازم تبقى قوي. فبالتالي التنافسيه ديت هتحسن السيره الذاتيه بتاعتك. السيره الذاتيه بتاعتك دي عن طريق الابحاث زي ما قلنا، عن طريق انك تحضر مؤتمرات ودورات وتزودها في السيره الذاتيه بتاعتك، انك تاخد جوابات توصيه ريكومنديشن ليترز، لان هم دول المرجعيه اللي بتقول والله الراجل ده كويس او الراجل ده وحش. طب ازاي الاقي الناس دول؟ هلاقيهم بان انا اشتغل مع ناس في ابحاث، ان انا بقابل ناس وبشتغل معاهم، ان انا بدور عليهم. الحكايه ديت مش وصفه اللي هو احنا بنكتبها وتاخدها تروح البيت تفتح التليفون نوت التليفون تقول اه ده فلان ده كويس هتصل بيه هاخد منه مرجعيه. لا، الريفرنس والريكومنديشن ليتر دي محتاجه انك تدور، وهتلاقي واحد كويس، واحد كويس وما يوافقش، واحد كويس ويوافق، واحد وحش وما يوافقش، يعني لغايه ما بالتدريج هتلاقي الناس دول. فبالتالي المقدمه ديت ارجع افكركم دي اللي هي بعرفك انت المفروض تبقى فين في الدنيا ديت عشان تقدر تبقى فعلا في موقع تنافسي. هرجع اكمل معاكم زي ما قلنا الجزئيه الاخيره اللي كنا وصلنا لها. احنا قلنا ان انت بتبني سيره ذاتيه، وعشان تبني سيره ذاتيه كويسه محتاج ان انت تحضر مؤتمرات ودورات وابحاث على قد ما تقدر، محتاج ان انت تنشر ابحاث علميه على قد ما تقدر، محتاج جوابات توصيه. وقلنا جوابات توصيه دي انت محتاجها من الاشخاص الصح. الشخص الصح اللي هو مين؟ ما ينفعش ان انت تروح لشخص مجهول محدش يسمع بيه، محدش يعرف عنه اي حاجه، ملوش اي نشاط علمي دولي، وتقول انا عايز منك جواب. هيكتب لك جواب، بس لما هتروح بيه لحد مثلا في سويسرا ولا في انجلترا ولا في امريكا هيقول لك مين دكتور حسن ده؟ ما نعرفوش. يعني لان هو هيبص على باب ميد، هيبص على جوجل، هيدور على اسم الراجل ده، هيلاقي ان ملوش اي اثر، حتى لو كان اروع جراح في العالم، لكن طالما ملوش نشاط علمي دولي يبقى مش هيبقى مفيد. من ناحيه اخرى لو انت برضو رحت لواحد جراح شهير وله ابحاث علميه منشوره دوليا وشاطر وكل حاجه، لكن يعني نقدر نقولها بكلمه سخيفه انه نادل، يعني ما عندوش استعداد انه يساعد الشباب، مش هيكتب لك ريكومنديشن ليتر، او هيكتب لك ريكومنديشن ليتر لكن اما هيجوا يسالوه والله تعرف دكتور محمد ده، هيقول لهم مش هيرد، او انه مثلا ملوش ايميل، انه ما يبصش على الفاكس بتاعه. فبالتالي انت لازم تبقى بتبحث عن الناس الصح، الناس الصح اللي هو له اثر علمي دولي، وفي نفس الوقت اللي هو زي ما بيقولوا جدع، يعني عنده استعداد انه يساعد. يوم ما هيبعتوا له ايميل يقولوا له فلان، يرد عليهم يقول لهم اه فلان ده اشتغل معايا او فلان ده كويس. تمام؟ فبالتالي لازم تدور على الناس دول، وزي ما قلنا الناس دول هتقابلهم في المؤتمرات، هتقابلهم في الدورات، هتقابلهم وانت بتعمل بحث علمي. ممكن تروح لخالد عماره تقول له انت بتشتغل ابحاث علميه، ممكن اساعدك، يقول لك والله انا عندي الفريق بتاعي كبير فما فيش مكان فاضي، لكن ممكن تكلمني كمان 6 اشهر، تكلمه كمان 6 اشهر يقول له يقول لك خلاص تعالى، او ان والله فلان ده زحمه هتدور على حد تاني او حد تالت او حد رابع. وهتلاقي، لان لو قلنا ان كل قسم فيه 50 دكتور، ولو 50 دكتور دول كساله في منهم هتلاقي 4 دكاتره نشطين وبينشروا دولي وعندهم استعداد ان هم يساعدوا الناس. فحكايه ان احنا مش هنلاقي، لا انت هتلاقي وهتقابلهم في الوقت الصح بالطريقه الصح، اما زي ما قلنا في الابحاث او في اثناء المؤتمرات. سمعت فلان بيتكلم كويس، رحت كلمته اتعرفت عليه، قال لك طب تعالى ساعدني في العمليه، طب تعالى اشتغل معايا. فبالتالي الناس بتقابل بعض، ما تخافش ان انت ما مش هتقابلهم، لا هتقابلهم. المهم ان انت تبقى عندك اصرار اللي هو perseverance، صبر، استمراريه، بحيث انك فعلا تقابلهم. فبالتالي خلاصه الجزء اللي فات دوت ان انا قلت لكم انتوا واجبكم انكم تبنوا سي في كويس، وسي في كويس ده اهميته ايه، وازاي نبني سي في كويس، وايه هو البحث العلمي، والبحث العلمي ده مهم في ايه، بحيث ان
في الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم عن ايه هي بقى درجات البحث العلمي او الطب المبني على الدليل او الـ evidence based medicine. شكرا جزيلا.